إن فقدان العلاقات الاجتماعية مرتبط بارتفاع معدل الوفيات. باحثون في جامعة برينغهام يونغ وجامعة نورث كارولينا تشابل هيل حللوا معلومات من 148 دراسة مختلفة عن نتائج وجود علاقات اجتماعية في حياة الإنسان. تضمنت الدراسة أكثر من 300 ألف شاب وفتاة من حول العالم. وجدوا أن الذين لديهم علاقات اجتماعية ضعيفة زادت نسبة احتمال الوفاة لديهم 50% في فترة المتابعة، أي أقل ب 7.5 سنوات من الأفراد الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية جيدة. هذه حقيقة، ولكن هناك أمل. إن قضاء وقت جيد مع الآخرين بشكل منتظم قد يكون من أفضل الأشياء لصحتك. فعدم وجود علاقات اجتماعية في حياتك له تأثير مباشر بخطر الموت، شأنه شأن التدخين أو شرب الكحول، كما أنه يزيد من عوامل الخطر الأخرى كالخمول والبدانة. لذا اذهب وتعرف على أصدقاء جدد واستمتع بحياة أطول.